السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي المفكرون الصغار. يا ترى ما هي قوانين التعليم عن بعد؟ أولا، أجلس جلسة صحيحة، الجلوس في مكان هادئ، أنتظر دوري في المشاركة، وأطلب المساعدة حينما أحتاج إليها. ما هي أذكار الصباح يا أبطال؟ اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. باسمك اللهم نخوض دروبا جديدة، آملين أن لا نتعثر ونقف. نأخذ مع بعض حضورنا لهذا اليوم. ريان وليان وغينا وراكان سامي وشمة وعد وتالا وجنان ونوف وعبد الرحمن طاهر بتال وفالح نواف وباسم وعزام داليا وثامر الفويز ورسيل وويس وأحمد متعب ناصر وعبد الإله وديالا وريم ودانا وهمس وراكان مسعود وإياد الأسمري وفايز وعبد الرحمن البراك والجوري شيخة ونورة وسارة ومحمد ولارا وإياد النجعي وسلمى ويزن ومعاذ وجاسر ومهند فيصل وعبد الرحمن العتيبي وعمر وتركي وزيد وثامر عادل وبيسان وتالا يوسف وأسيل وتولين. هؤلاء هم أصدقاء المفكرون، وأهلا وسهلا بكم. من ربنا يا أبطال؟ الله سبحانه وتعالى، وعدد أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. العزيز، القدوس، الخالق، الرحمن، الرحيم. من هو نبينا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ عليه الصلاة والسلام، ولد في مكة ومات في المدينة، وديننا هو الإسلام، وعدد أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وكتابنا القرآن الكريم، وقبلتنا الكعبة. نسكن في المملكة العربية السعودية. ملكنا هو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشاهد في الأسفل سيف يدل على القوة والشجاعة. لغتنا التي نتحدث بها اللغة العربية، وعملتنا هي الريال السعودي. أين نسكن أصدقائي؟ في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. النشيد الوطني: سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر. يا موطني، موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. ماذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. إذن يا أصدقائي، تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد السلام ماذا نقول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدد أيام الأسبوع يا أبطال؟ 7 أيام. بالأمس كان يوم الأحد، واليوم هو الاثنين. تاريخنا 23، رقم شهرنا 8، واسمه شعبان، من السنة الهجرية 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وحال طقسنا يا أصدقائي، ننظر إلى الشباك وشمس مع بعض، راح نسمع آية الكرسي. نستمع الآن إلى آية الكرسي مع المعلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
ما هي وحدتنا يا أبطال، وحدة الرمل. أحسنتم. طيب يا أصدقائي، هل هناك فوائد نستفيد منها من الرمل؟ نعم، ممكن نصنع ساعة رملية من الرمل، أيضا تأخذ بعض الطاقات من أجسادنا للتخلص منها. طبعا من فوائد الرمل أيضا عند اللعب في الرمل، ماذا نستطيع أن نستفيد منه في اللعب؟ كذلك تطوير العضلات، تطوير المهارات، كما أنه يطور لنا ماذا الطفل. ممكن أستخدم الرمل في الكتابة، صنع ساعة رملية، يساعدني في ماذا في عضلات الدقيقة. أيضا للأطفال له فوائد عديدة. ننتقل إلى فترة الحساب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. نعد يا أصدقائي الآن كم لدينا من طماطم هنا؟ 3. ودودة 1 ونحن 2. أحسنتم. نطبق التمارين الرياضية حتى تصبح أجسادنا قوية ونشيطة. أحضر شيئا من حولك باللون الأزرق يا أصدقائي. بعد ما ننتهي من تماريننا الرياضية نراجع الحروف. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عاء غاء فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. أحسنتم. عرفنا هذا بالأمس على حرف الهاء ومواقع حرف الهاء في الكلمة. نصل هنا، حرف الهاء هدهد، آخر الكلمة وجه، هاء منفصل مياه، في وسط الكلمة مهر. أحسنتم. تعرفنا على حرف الهاء في هدهد وهرم. اليوم سوف نتعرف على حرف الهاء بالحركات القصيرة. هاء فتحة، هو ضمة، هي كسرة. حركات القصيرة. أنا الفتحة، أنا الفتحة، فوق الحرف، فوق الحرف، أفتح شفتي، أفتح شفتي عند النطق. ها أنضم، أنضم، أضم شفتي، أضم شفتي عند النطق. هو أنا الكسرة، أنا الكسرة، أكسر شفتي، أكسر شفتي عند النطق. هي راح نكتب حرف الهاء يا أصدقائي الآن بالحركات القصيرة. ها وهنا مثل ما قلت لكم، مثل الثمانية، مثل المثلث، يكون دائرة في الوسط صغيرة ويطلع حرف الهاء. مد يد. طبعا حرف الهاء هو هي، هذه هي حرف الهاء بالحركات القصيرة. نكمل. حرف الهاء بالحركات الطويلة. هاء حرف المد الألف مع الفتحة، هو الواو معه الضمة، هي والياء معها الكسرة. نقوم بكتابة حرف الهاء بحروف المد يا أصدقائي. حرف المد الألف، حرف المد الواو، وحرف المد الياء. يلا يا أصدقاء، سبق تكلمنا أنا وياكم دائما حروف المد ثلاثة: ألف المد معها الفتحة، واو المد معها الضمة، وياء المد صديقتها الكسرة. ما شاء الله عليكم، أبدعتم أطفالي. نكمل. أين نشاهد حرف الهاء؟ نعم، في القميص الأول حرف الهاء. نكون حرف الهاء بالعجين. كلمة الإملاء هرم، راح نكتبها مع بعض. كلمة الإملاء هرم، يلا راح نكتبها مع المعلمة الآن. ها حرف الراء بعدها الميم، هرم. نكتبها يا أصدقائي. هيا نحلل الكلمات معا. ها هي مثلجاتك، استمتع. أمي، النقود، النقود من فضلك.
روبوت آلات البيع يبيع المثلجات. هيا هيا يا أطفال لتختاروا النكهات، فراولة شوكولا فانيلا، أي ذوق تختارين؟ دعني أفكر في هذا. أحسنتم، هيا نختار يا أبطال ونحل الكلمات في لعبة الآيس كريم. زرع، ما هي الحروف في كلمة ز؟ را ع زرع. هيا نحلل كلمة غرس. غ را س غرس بالفتحة. أحسنتم. سبح، مكونا نشاهد ونحلل الكلمات سين فتحة، باء فتحة، وحاء فتحة. جلس، نشاهد ونحلل الحروف جا لا سا. ممتازين، ما هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما هي مهمنا لهذا اليوم؟ ترديد آية الكرسي، مفهوم الطرح والجمع، وحرف الهاء، وكلمة الإملاء هرب. هكذا نكون انتهينا، أراكم غدا بإذن الله يا أبطال.